اليوم كنظموا حفل تسليم جائزة محمد الحيحي للتطوع. هذه الجائزة اللي كتنظمها الحلقة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع اللي كيصادف 5 جنبير من كل سنة. غتقولوا لي 5 جنبير لأنه كانت الظروف الصحية وتم تأجيل هذا الحفل إلى الآن، بحيث أن الظروف الآن كتساعد باش نديروا حفل يليق بمستوى الجائزة ويليق كذلك بشخصية الراحل محمد الحيحي ويليق كذلك بالجمعية المحتفى بها التي حصلت على الجائزة، وهي جمعية الأوراش المغربية للشباب، واحدة من الجمعيات التاريخية المشتغلة في مجال الأوراش والعمل التطوعي وتأطير الشبيبة المغربية. كل سنة يتم تنظيم لجنة، يعني يتم تحديد لجنة من أصدقاء الحلقة هم الذين يختارون الفائزين بالجائزة كل سنة. هم أشخاص معروفين بتاريخهم وبتجربتهم في العمل الجمعوي والتطوعي والحقوقي. حقيقة هذا الاختيار ديال الإخوان في حلقة ذاكرة حفاظ على ذاكرة الفقيد محمد الحيحي هو اختيار، هو تكليف وليس تشريف. تكليف أولا لأنه سيطوق جمعيتنا، هذه الجمعية التي خلدت في الأسابيع الماضية القليلة الذكرى 60 لتأسيسها، والتي أيضا جعلت من العمل التطوعي وكذلك الطبيعة المواطنة وأيضا دعم قدرات الشباب وكذلك العمل على جانب التبادل الشباب المغربي بين نظيره في كل أصقاع المعمور من خلال الدور الذي تلعبه جمعية الأوراش المغربية والشباب على مستوى رابطة العمل التطوعي الدولية وعلى مستوى أيضا وعلى مستوى منظمة CCSV المنظمة التي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة وكذلك اليونسكو. فإذا هذا الاختيار هو اختيار ذو حدين، هو اختيار يجعل منا منظمة تحمل شرف هذه الجائزة، وكذلك منظمة يجب أن تكون عفوا في مستوى حمل هذه الجائزة، جائزة هذا الصرح الكبير، هذا الصرح الكبير المرحوم محمد الحيحي، وأيضا من جعلي من 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 أجل تطوير عملنا وكذلك تغيير مناهج اشتغالنا وكذلك خلق مفاهيم جديدة للعمل التطوعي تتماشى متطلبات العصر الجديد وتتماشى كذلك وحاجيات الشبيبة المغربية وأيضا الأوساط التي هي في حاجة إلى عمل المنظمات التطوعية. أيضا الاختيار هذا جاء لكون من أسسوا جمعيتنا هم شباب شاركوا في مشروع كبير طريق الوحدة سنة 1957. هذا المشروع الذي كان لفقيد محمد الحيحي دور رائد فيه، حيث كان مسؤولا على تسجيل الشبيبة المغربية من خلال إدارة الشبيبة والرياضة، تسجيل المتطوعين الذين سيشاركون في طريق الوحدة، وكذلك مساهمته الجدية والراسينة في تأطير الشباب في ورش طريق الوحدة، إلى جانب الشهيد مهدي مبركة وكل المسؤولين على ذلك الصرح الكبير. فإذن حمل هذه الرسالة، حفاظ عليها في استمراريتها في الزمان والمكان وكذلك في إشاعتها، هي مسؤولية كبيرة تجعل منا هذه الجائزة نحافظ عليها وكذلك من أجل نقلها إلى أجيال الصاعدة. فهذا هو المغزى ديال هذا مفهوم هذه الجائزة بالنسبة إلينا. نحن اليوم في الجائزة الخامسة واللي كتعطى للجمعيات وكذلك الأشخاص والشخصيات اللي كتهتم بالجانب التطوعي، وهذه السنة الجائزة منحات لأحد الجمعيات الرائدة في العمل التطوعي وهي جمعية الأوراش المغربية للشباب.
هذه الجائزة بطبيعة الحال أو الحلقة ككل هي تنشأت من أجل الاعتراف بالعمل التطوعي الذي بدأ يتراجع في بلادنا. لذلك في الحلقة والإخوان والأخوات العاملين فيها كل سنة كيعملوا على محاولة إحياء هذه البادرة ديال الجائزة من أجل تبيان الشباب وكذلك الناس العمل التطوعي الذي ما زال يمارس في بلادنا. إضافة إلى هذا فالحلقة كتقوم بمجموعة ديال اللقاءات. كان آخر لقاء هو اللي كان هذه واحد الشهر تقريبا في إفطار في شهر رمضان، وكان موضوعه هو حقوق الإنسان من خلال مناقشة لكتاب حول حقوق الإنسان للأخ عبد الرزاق الحنوشي. إضافة إلى أن الحلقة في أفق أنها تنظم ندوة نسائية كتهم بالأساس دور العمل النسائي أو دور النساء في العمل الجمعوي والتربوي، وهذا إن شاء الله سيكون في حوالي شهرين نقوم به. الأهداف الكبرى ديال الجائزة أولا هو إعادة الأهمية للعمل التطوعي، وهذا اللي ما وليناش أننا كنشوفه مع كامل الأسف. كذلك الهدف هو التعريف بالناس اللي قاموا بهذا العمل. فمثلا الحلقة هي كانت أول جائزة تعطات الطريق الوحدة الذي يعتبر من أبرز الأنشطة اللي قام بها، من أهم الأنشطة اللي قام بها المغرب. مرحوم كان مهدي بن مركة اللي كان، وكذلك أحمد الحيحي لأن الآن إحنا حلقة ديالو كذلك من المساهمين اللي ساهموا في الأوراش. بالإضافة إلى أنه من بعد تمنحات مجموعة الجمعيات، فمثلا جمعية حركة الطفولة الشعبية وحركة الجمعية المغربية أو الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أميج. إذن فكنحاولوا من خلالها أننا نبينوا التطوع بالنسبة للأجيال المقبلة، الشباب وكذلك الناس اللي ما كانوش كيعرفوا شنو هو العمل التطوعي والأهداف التي وضعتها الحركات التطوعية على المستوى الوطني.